نوعان من المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. المؤسسات الرسمية ليست عبث، المؤسسات الرسمية يكون لها هيئة راسخة داخل المجتمع، بمعنى أعراف، قوانين، هياكل، وإن كانت غير إدارية ولكن هي تنظم هذه الأجسام الغير رسمية. نعم. في ليبيا هذا خافت تماما. احنا مثلا بعد الثورة بعثنا شباب في المركز إلى حوالي 150 شخصية من قبلية في ليبيا، من الشرق والغرب والجنوب. كان السؤال كالتالي: هل ترى بأن الآن القبيلة كانت مكون أساسي من الثورة؟ كانت الإجابة، الكل يقول أن القبيلة لم تتدخل في هذه الثورة، ويقول لك نحن والله ما عاد حكمنا في شيء يا وليدي. هذه الفكرة الأساسية، يعني بمعنى الهيكلية التي يمكن أن نقول أنها هيكلية ليست موجودة، بدليل أن بمجرد أن قامت الثورة هذه الهيكلية لم تتدخل في ثورة الشباب. أقرب شيء في ليبيا أن نقول لم تتشكل أي مؤسسة حقيقية في ليبيا، لا من الدولة ولا من غيرها. ليس ذلك تشاؤما، بل نعم لأن نعرف أن المؤسسات هي سلوك مستمر يتجاوز الأشخاص. هذا غير موجود لا في مؤسسة